موجز الأخبار من حلب اليوم. الفصائل المقاتلة تستهدف بالمدفعية ورجمات الصواريخ مواقع النظام في معسكر جورين بريف حما الغربي ومنطقة البحصة بريف اللاذقية وحزارين وكفرنبل وسراقب ومعرة عمان وخان السبل في ريف إدلب. دوريات تابعة للأمن العسكري تعتقل 9 شبان من أبناء مدينة قدسية بريف دمشق بتهمة اغتيال مفتي دمشق وريفها محمد عدنان الأفيوني بحسب موقع صوت العاصمة المحلية. مراسل حلب اليوم يفيد بأن مجهولين يستقلون دراجة نارية اغتالوا رئيس مجلس مدينة الصنمين عبد السلام الهيمد التابع للنظام في مدينة الصنمين شمالية درعا. نقل 4 أطفال ألبان كانوا محتجزين في مخيم الهول الذي يؤوي عائلات عناصر تنظيم الدولة شمال شرق سوريا إلى بلدهم عبر لبنان، وذلك بناء على طلب الحكومة الألبانية. مختبرات الترصد الوبائي تسجل 107 حالات شفاء من فيروس كورونا و91 إصابة جديدة في الشمال السوري، ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 4281. انفجار في مدينة اسكندرون بولاية هاتاي جنوبية تركيا لم يسفر عن خسائر بشرية، وذكرت الولاية في بيان أن الانفجار وقع خلال مطاردة إرهابيين اثنين وتمكنت من تحييد أحدهما.